لمة مثلا على سفرة رمضان لما يكون ولادك حواليك لها طعم خاص. الظروف اللي مرينا فيها شتتتنا عن بعضنا البعض، شتتت اولادنا، حسينا انه نحن موجوعين، ما بنعرف بقى شلون بدها تجري الحياة معنا. عم نجيب الشغلات اللي نقدر نحن نتعايش فيها، الأشياء الضرورية فقط، يعني مساعدة مثلا ممكن نحط جزء منها لمصروف البيت وجزء منحط منه أجار البيت. إذا ما ضميته وحضنته للولد بصدرك هيك ما لها طعم الحياة.